في عنا تحويلة الدو دييز وين إبهامي لبعدي على الطرف على الوتر الأول، وفي كمان تحويلة الدييز يعني شارب، في كمان تحويلة على الوتر الثالث إصبعي الصغير تحويلة الفا دييز. كمان في توضيح الغنية باللهجة التونسية، اللي عندنا كلمات فتحة عندهم كسرة، واللي عندنا كلمات كسرة هم عندهم فتحة. لما نقول عالم عندهم عالم اللام كسرة، ولما نقول نبعد العين كسرة هم عندهم عين فتحة نبعد. عندنا شعري عندهم شعري، عندنا منقول آدم عندهم بيقولوا آدم. عندهم كمان في اللهجة التونسية قاف بقدر خليها قاف وبقدر أقلبها ق زي بالأردني. Thank you.
جاوبت اللي جهله فني، خذوا عيني شوفوا.